فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان البنك يدفع فائدة على المال المودع عنده، إذا كان البنك يدفع فائدة على البنك على المال المودع عنده، فهل يجوز؟ إذا كان البنك يدفع فائدة على المال المودع عنده، فهل يجوز أن يؤخذ هذه الفوائد ثم يتخلص منها أم تبقى عندهم؟ تخلص منها بتركها يا أخي، شو له تأخذها؟ هذا ربا، كيف تأخذ؟ ذروا ما بقي من الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اتركوه، خلوه بذمتهم، هم اللي يحرقهم بناره وسعيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، ما ودعت بنية الاستثمار، إن ودعت فأنت شريك لهم، لكن أنت ودعت للحفظ فقط، لا تأخذ إلا مالك اللي ودعته فقط. نعم.